حياكم الله يا عمارة بيت القصيد إلى هذا العدد الرمضاني الجديد. من جديد نتجه إلى سوريا، حيث المواهب الشابة التي صقلتها أوجاع الغربة ولا تزال على عهد الوطن ثابتة. معنا اليوم في الأستوديو من دير الزور في سوريا العزيزة على قلوبنا جميعا، معنا قاسم العاني. أهلا بك يا قاسم، حللت أهلا ونزلت سهلا في بيت القصيد. تحياتي لك أستاذ الكريم، الله يبارك فيك. أريد منك في البداية أن تتخلى قليلا عن بعض خجلك وترفع صوتك. تحياتي لك نوعا ما. أشكرك. الآن نريد أن نتحدث في البداية بموضوع ربما يكون ملغوما ومفاجئا. نعم. يا قاسم، هل يحق لي أي إنسان كتب نصا أو اثنين، يعني سلك منح العروض على بحر أو اثنين، أن يسمي نفسه شاعرا، أم أن الجمهور هو الذي يحكم؟ الجمهور طبعا هو الذي يحكم على ذلك. نرى كثيرا من الأصدقاء ممن ينظمون الشعر على عدة بحور، ولكن دائما ترى نصوصهم خالية من الروح. وأنا لهذا الوقت لم أقل بأني شاعرا، فأنا أعترف بأني طالب علم. ولا زلت أقولها في أي منبر أتوقف عنده. طيب الآن لو أردنا أن نتحدث عن فكرة مواقع التواصل الاجتماعي وكيف عادت بالفائدة على هذا الزخم الواسع من الشباب الذي يحاول أن يجد نفسه في الكتابة، لا سيما كتابة الشعر، فائدة مواقع التواصل؟ أكيد، بالتأكيد هناك فائدة كبيرة لهذا الأمر. فلدينا كثير من الشباب من يبحثون عن أناس يتبنون مواهبهم أو ينمونها بشكل مباشر أو غير مباشر، ممكن في كلمة. فأنا لدي كثير من الأصدقاء. نعم. الذين ارتفعت معنوياتهم من خلال كلمة وجهتها لهم. لكن أحيانا تجد من ربما يترفع عن إعطاء الملاحظة، ربما يتكبر على شاعر مبتدئ، ربما يتكبر على فتاة تحاول أن تتعلم أصول الكتابة الجيدة. ألا ترى أن مثل هؤلاء ربما يسيئون للإبداع الذي يتبنونه؟ نعم، هو بالبداية وفي النهاية أدب، يعني الأدب هو أدب وأخلاق قبل أن يكون أدب لغة عربية. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. أتى أولا في الأخلاق، ثم أتى بالعلم القرآني أو نعم. العلم النبوي. نعم. فنحن عندما ندخل في هذا المجال علينا أول شيء أن نتحلى في الأدب والأخلاق، ثم نتكلم في الأمور الأخرى عن الكتابة. نعم. الآن دعنا نذهب إلى النص الأول الذي ستقرأه علينا يا قاسم، إلى القصيدة مباشرة. أقول في قصيدة لم أسمها بعد. تفضل. فهي حديثة المبنى. عطاشا عطاشا كليل أفرغ العمر في المدى، وجوعا عراها الصمت فالتقموا الصدى. عطاشا كليل أفرغ العمر في المدى، وجوعا عراها الصمت فالتقموا الصدى. وعين غدير الماء تغترف ارتواء ذاتي، فلا أسقت ولا طالت الندى. وطفل على صيد الرصيف يناديه الرصاص كفى، كفى صدر الشآم بك افتدى. ثلاثة أعوام أؤذن للهلال، من وحي أمي كان صوتي مجندا. ثلاثة أعوام أؤذن للهلال، من وحي أمي كان صوتي مجندا. فنادى صدى الأشلاء أماه: هل كفيتي سيف العدا؟ والله قلبي تشردا. الله الله الله. أماه: هل كفيتي سيف العدا؟ والله قلبي تشردا. ألو أن للعشاق قبلة معبد، أغير شآم في الهوى كان معبدا؟ ألو أن للعشاق قبلة معبد، أغير شآم في الهوى كان معبدا؟
فقيل لعراف الفرات: نبوءة الرسالة، حر قاد جيشا مجردا. فخذ آية اليم القديم: أخوك لن يباري زوال البحر، فاركبه مفردا. فخذ آية اليم القديم أخوك فخذ آية اليم القديم أخوك لن يباري زوال البحر، فاركبه مفردا. بفتنة أرض السامري ثمان قارعات، بفتنة أرض السامري ثمان قارعات، وعجل بالدماء تجسدا. فلا تقتفي إثر الرسول، قد ابتلت عروق الخوار كي يراكم سجدا. فلا تقتفي إثر الرسول، قد ابتلت عروق الخوار كي يراكم سجدا. فشد بدقني قائلا: يا ابن أمي، لا تكن لجموع السبت قردا مقلدا. فشد بذقني قائلا: يا ابن أمي، لا تكن لجموع السبت قردا مقلدا. ظلام عصاهم لن يدوم بطورنا. فاخلع نعال الذل، ربك قد بدا. ظلام عصاهم لن يدوم بطورنا، فاخلع نعال الذل، ربك قد بدا. هذه الرؤية التي فيها من البشرى والارتكاز على النور والهدى والمؤازرة الإلهية، لا، متى وكيف يمكن أن تتحقق باعتقادك؟ والله يا صديقي، أنا دائما في أي حوار أو في أي نقاش، نعم، سياسي كان أو ثوري أو يتكلم عن الشام أو عن أي ثورة عربية، أقول لهم آية صغيرة ولكنها كبيرة المعنى. ما هي هذه الآية؟ لا يغير الله ما في قوم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما في أنفسهم. حتى يغير الله لن يغير ما في بلادنا، لن يغير ما في أوجاعنا آلامنا إلا إذا غيرنا ما في أنفسنا. هذا الفؤاد، كيف نغير ما في أنفسنا باعتقادك؟ لو أردت أنت أن تغير ما في نفسك، ما هو أول شيء تبدأ به يا قاسم؟ كشاعر أم كإنسان؟ كإنسان قبل كشاعر. تمام. وإن كان الإنسان لا ينفصل عن الشاعر أبدا. نعم بالتأكيد. أما كشاعر أنا اسمح لي أول شيء أبدأ فيها. تفضل. كشاعر على مستوى الشعراء الأصدقاء الذين أراهم، بصراحة أول شيء سأبدأ فيه هو التواضع، لأننا ما نفتقده فعلا في العالم. نحن بحاجة إلى المزيد من التواضع حتى نكون أكثر قربا من العامة. نعم. حتى يصدقوا ما لدينا من أنا أسكار. دائما أقول لأي شاعر، وأنا أولهم، دائما أفكر في هذا الأمر: لولا هذا الجمهور أنا لم أكن هنا. نعم. لولا أنهم شجعوني وحرضوني، وكثير من الأصدقاء قالوا لي: أنت مبدع، أنت موهوب، أنت كذا، ومن هذه الكلمات، ومنهم من وجهني بكلمة نقد إيجابية أو سلبية. نعم. ولكني أخذتها بشكل إيجابي، علمت بأن عندما ابتديت هذه المرحلة، كل ما كنت أحتاجه هو شخص يقف معي. كثيرا من وصفني بالجنون، كثيرا من وصف، حتى ظننت بأني الوحيد الذي أكتب على هذه الأرض. بسبب ضعف الوصول إلى نقاط، لم أكن أعلم بالسوشيال ميديا وهذه الأمور. فيما يتعلق بموقفك ورأيك كإنسان، بعدما تحدثت عن موقفك وكيف يصلح الإنسان من ذاته، من لغة الشاعر بلغة الإنسان، سنتحدث عنها ولكن بعد فاصل قصير، من خلاله نتابع أنا وأنت والسادة المشاهدون قصيدة لأحد الشعراء. ما رأيك أن نذهب سويا؟ تمام. مشاهدينا، إذن نخرج الآن وإياكم إلى فقرة اعتدنا أن نقدمها لكم من خلال حلقات برنامجكم بيت القصيد. نذهب الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، ومن ثم نواصل ما تبقى من برنامجنا، لا تذهبوا بعيدا. في الباص
ينهشني ذئب التفاصيل، وحدي معي ووجوه الناس تأويلي. في الباص أترك صمتي في أناقته، وأقتفي أثري في القال والقيل. أرمي شباك قصيد ليس يشبهني، وأصطفي وحي شعر غير جبريلي. الثرثرات لها مقياس قافية أنثى، تهندس صلصالي وإزميلي. فترتخي لغتي الخشناء تحت يدي، قطا أليفا على إيقاع تدليلي. في الباص ضحكة طفل أطلقت قمرا نحوي، فعوزتها حزن القناديل. وطفلة لسغت باسمي مصادفة، فشردتني بعيدا في المواويل. في الباص عطر فرنسي تخدشني أظفاره الهمجيات الأفاعيل. ترن أنجمه السمراء صاخبة وراء ثوب شفيف الغيم مخذول. 20 لحنا غويا فر من جسد بفضة الفتنة السمراء مصقول. نصبت فخا بريئا في القصيد لها، فأفلتت من كمين في التفاعيل. في الباص لاعب سرك صوته شرك، ووجهه واجهات للأباطيل. يبيعنا جنة المأوى متاجرة بلحية مثل يوم الحشر في الطول. له خشوع نبي كاذب، ولنا خليفة الله طاغوت بن ضليل. يمد سجادة التقوى على دمنا من الفرات على اسم الله للنيل. في الباص يذرف قبر ما ملامحنا بعالم في مهب الموت مجهول. تشكل الحرب فيه طين أوجهنا، فلا نزال مسوخا دون تشكيل. نخبو كعود ثقاب هش عتمتنا، فمس مرآته ذعر التماثيل. من يدرك الآن إن صدقا وإن كذبا وراء أي قناع أي مقتول؟ مجددا نرحب بكم أعزائنا المشاهدين، ولا نزال في رحاب هذا العدد المتميز من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد رفقة الشاعر السوري قاسم العاني. قاسم، تحدثنا قبل الفاصل عن الخطوة التي ينبغي علينا أن نبدأ بها حتى نغير من أنفسنا، وتحدثت كشاعر، لكن كإنسان كيف لنا أن نبدأ بهذه الخطوة حتى نغير ما بأنفسنا والله يصلح حالنا؟ تفضل. أكيد في تقوى القلوب، في تقوى القلوب لا شيء سواها، بالعودة إلى الله عز وجل، إن كان كشعوب، إن كان رأينا في الغربة أشكال بعيدة بعيدة تماما عن اللجوء، بعيدة تماما عن اللجوء، بعيدة تماما عن شخص تراه متألم، يعني يحمل ألم وطنه أينما ذهب. نعم، يعني أنا أقول لهم دائما إلى الأخوة الفلسطينية، أهل فلسطين، دائما ترى ابن فلسطين رغم طيلة هذه الأعوام 50-60 عام، اليوم ترى في عينيه حزن مفتاح بيته. أما نحن بعد حرب 6 أو 7 أو 8 سنوات نرى أهوال للأسف. بعيدا عن هذه الأهوال وهذه الأحزان، دعنا نذهب إلى قصيدة جديدة لعلها تؤنس قلوبنا نوعا ما ولا تكدر قلوبنا وتزيدنا حزنا. نعم. إلى القصيدة الجديدة إذا. هي هذه القصيدة ستزيدك حزنا. تفضل، لا مشكلة. وهي بسبب البعد. تفضل إلى النص مباشرة. تمام. قصيدة أسميتها المفلسة.
ترامت سهام الشوق في لياليا، ترامت سهام الشوق في لياليا، ودارت رحى وجدي بعصر حواسيا. فيا عبرات الليل صد، فيا عبرات الليل صبي مدامعي لأروي لأهل العشق عني الحواكي. أنا العاشق المنسي صغت قصيدة لرب النهى خضبتها ببناني. أسابق تاريخ الهوى لمليكة سقتني كؤوسا عشت أحسبها لي. وما نفع شكوى البعد بعد تفرق، وبلوى رمتني بالهوى متباكية. فنادت رماح الصبر، فنادت رماح الصبر ما لك يا فتى بدهرين مذمرا رأيتك خاوية. فصدت عجاف العشق عنها تساؤلا، فصدت سنين العشق عنها تساؤلا، ورد الصدى للنائبات مناديا. أتصبر رحمة، أتصبر رحمة تحت صحراء غابر، وتكفر دارا وطدتها ضلوعي. فيا عازف الناي، فيا عازف الناي المعتق دلني على لحن أصداء يواسس هاديا. ويا ليل مالي كي تقض مضاجعي، ويا ليل مالي كي تقض مضاجعي، بهذه الرؤى صارت عمان فراتيا. أنا كيف أنسى يا فرات، أنا كيف أنسى يا فرات فتية كوتني بثغر خمرته شفاهيا. فيا حبة العمر الموصد في دمي، فؤادك أدمى من هوايا الحواشية. بكي، بكي من اللحظين أمنت دمعنا، وجرح من الخدين ألظى دمائيا. غدت غمزات الكحل داكنة الجوى، فأرذت كفيفا رام طبا مداويا. فيا عجبي، فيا عجبي نبض تمنع عن يدي، ويا أسفي حب يقتل عانيا. ولو أدبرت عن شامتي ما برحتها، وهل يهجر الروحين ضلع مساويا. رياح الجنوب، رياح الجنوب يا نسيم حبيبتي، أما لعليل الشوق فيكم تلاقيا. تراها تهب اليوم في صدر أسقم، تراها تهب اليوم في صدر أسقم، فتشفي يتيما مسه الدهر صاديا. وإن كانت الأنفاس منها عقيمة، فخذ أنفس الريحان واروي عمانيا. نكتفي بهذا القدر العماني الجميل من هذا الوفاء الممزوج بشيء من الوجع والأسى. بعد هذا لابد أن نخرج إلى فاصل من خلاله نستريح قليلا، ومن ثم نواصل ما تبقى. ما رأيك؟ تحياتي. إذن أعزائنا المشاهدين، نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. Thank you.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال مستمرين معكم رفقة الشاعر الشاب المهذب والجميل قاسم العاني. قاسم، نريد أن نذهب الآن مباشرة إلى قصيدة جديدة قبل أن نذهب إلى موضوعات أخرى في النقاش. تمام. قصيدة أسميتها فلسفة مستقبلية. تفضل. بيني وبين نجومي أصبع بخيالي قد بدا، وسباق الغين للدالي. غدا غدا سأجتاز فكرة شاعر، أسترق الكلام قبل ارتواء الميم من ذالي. مذ كنت يا أنت وعدي، بان مولد آمالي الصدى للغد الموصول من حالي. أفلاك صبرك قالت لا تخف، صلواتك انسقت ومياه العين ضيف ألي. عال كتابك يا حظ السماء، كفيت اليوم ما كنت قد أبليت بالفال. والآن امضي إلى مستقبل الكلمات، لا تنم قبل غرس الخاء لليالي. خيال حبرك عاجي الجوارح، رفرف حبة النور لن تكفيك للتالي. ادفع بأحلامك الحمراء شطر ظلامهم، لهيب النهى من فكرهم خالي. ادفع بأحلامك الحمراء شطر ظلامهم، لهيب النهى من فكرهم خالي. وجه شراع الهدى الشمسي، ضباب عقولهم عديم الرؤى. فانزع صدى الشالي، فانزع صدى الشالي، قد يرتمي قدرا في ليلك الحالي. لكن بنك محروم من الهالي، هذا مصير المعالي، هذا مصير المعالي. فاستقم بكؤوس البعد، فالأنا في كل قوالي. البيت بيتك والفنجان معترف، فضع قميص المدى في دجة الطالي. البيت بيتك، البيت بيتك والفنجان معترف، فضع قميص المدى في دجة الطالي. الله الله الله. الآن هذا القميص الذي جعلته وصنعته من قماش المدى، ألا يضيق على فكر بعض الشعراء أحيانا؟ بالتأكيد، هو الغاية من هذه القصيدة سباق حلم شاعر. نعم. سابق الكلمات، سابق الواقع، سابق الخيال. قاسم، هل فكرة أن يكون الشاعر شاعرا هي المبدأ الأساس، أم الفكرة أن أكون رساليا وصاحب رسالة وصاحب مشروع وصاحب موقف وأثر وتأثير؟ بالتأكيد نحن علينا أن نفرق بين الشاعر والأديب. هناك كثير من الشعراء من يكتب القصيدة وكفى، أن يكتب بما يشعر به وجدانه، لا يكتب، لا يكون صاحب قضية، لا يكون صاحب مبدأ، صاحب مبادئ، يبحث عن تطوير الأدب خصوصا في زمن. نعم. باعتقادك من سيخلد الزمن والتاريخ؟ هل سيخلد الشاعر لمجرد أنه شاعر، أم الشاعر صاحب القضية والمبدأ والهدف؟ سيدي، الدولة تقوم على أدبائها وعلمائها. أي دولة صحيحة إذا أردناها أن تكون بأركان ثابتة، عليها أن تقوم بأدبائها وفقهائها وعلمائها. من غير الأدباء أو الفقهاء أو العلماء لن يكون هناك دولة قوية. يعني ثابتة. أنت ترى أن الأدباء يقفون إلى جوار العلماء في مشروع بالتأكيد. بناية الدول. بالتأكيد، بالتأكيد. بناء الدول. بالتأكيد. طيب، إذا أردنا أن نتحدث الآن عن فكرة مختلفة كثيرا يا قاسم، وهي فكرة يعني التدريب، تدريب الشباب الطالع من الراغبين بالكتابة والراغبين بأن يكونوا مشروع شاعر. ألا ترى أن هذا التدريب يلزمه خبراء أو شعراء على دراية، أم أن المسألة ممكن أن تكون نقل خبرة شخص إلى آخر بكل بساطة؟ بما أنك تطرقت لهذا الأمر، عن طريق السوشيال ميديا استطعت
بعد أن شعرت بأني قد وصلت إلى نقطة جيدة من العلم، استطعت أن أجمع كافة الأشخاص الذين يبحثون عن شخص يتبنى مواهبهم. نعم. أشخاص أصحاب أقلام جميلة ولكنها مثلاً غير شعرية أو غير تحتاج قليل من الدراية. نعم. جمعتهم في مجموعات صغيرة وقمت أنا وبعض الأصدقاء الأدباء المعروفين أو الشعراء المعروفين كالشاعرة منتهى إبراهيم أحييها من هنا، وقفت معي في مدرسة أسميتها المدرسة الشعرية، نبتغي فيها أن تكون بيوم من الأيام على أرض الواقع. لكن ربما يقول لك قائل يا قاسم، يعني لا يمكن من سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات في مجال الشعر أن تصقل الشعر بحيث ينقل خبرته وقدرته إلى شخص مثلا محب للشعر، ألا ترى أنها لا تزال غضة طرية وبحاجة إلى كثير من الخبرة هذه المسألة ومثل هذه الفكرة؟ الشاعر أبي القاسم الشابي، دعنا نتحدث بصراحة هنا. تمام تفضل. الشاعر أبي القاسم الشابي توفي عن عمر 28 عاما. نعم. فهل هذا العمر كافي لأن يصل اسمه لهذا اليوم؟ ربما كان أبو القاسم الشابي طفرة في زمانه حتى وصل إلينا، ولا يزال الطفرات لا تتوقف، يعني لا يزال سابقا عمره بمراحل. الطفرات لا تتوقف أستاذي. نعم. أنا بيوم من الأيام كنت أكره الأدب العربي يا رجل، وأنا لم أقرأ كتاب أدبي في حياتي كلها، ولكن ما الذي حدث؟ طفرة خرجت من داخلي. أنا والدي شاعر. نعم. وعمي كان رئيس رابطة الشعراء العرب في دير الزور، فطفرة وراثية لا أكثر، كما حصل مع أنا أعتبرها مع أي شخص يكون والده شاعر، أو كالأستاذ تميم البرغوثي. نعم. الأسرة الأدبية أحيانا تنقل العدوى. نعم. الإيجابية بالشعر إلى من غير تدريب مسبق. فهذا يحدث هذا الشيء أحيانا. نعم. يعني الطفرات موجودة، وهذا ما أبحث عنه في الصراحة. نعم. ونحن نبحث الآن عن قصيدة جديدة، ماذا ستقرأ علينا يا قاسم؟ ومن المحبذ أن تكون فيها نوع من الارتياح القصيدة التي ستقرأها لنا، تفضل إلى النص. نعم. أنا الآن سأقرأ لك مقاطع صغيرة، أنا لست من محبذين إلى شعر الغزل. إلى هذه المقاطع إذن تفضل. يا سلوة النفس، يا سلوة النفس التي إن رمتها كان الغرام بموقدي يتربص مترنما بين العيون وحسنها، فإذا تراءى ثوبها يترقص 20,000 صبابة في صوتها. الله. ومن المباسم كل عشقي يشخص، هي صرخة الحب، هي صرخة الحب التي قد أسلمت آلامها في صب عشق أقنص. أشلاء حبري لم تكن متخاصمة، فكتبتها حتى تلاشى الأخمص. آلفت ليلى والنساء سوية من سحرهن حياء بردي يحرص. آلفت ليلى والنساء سوية من سحرهن حياء بردي يحرص، فعشقت ينبوع الجمال وما أرت من وجهها المخفي ما يتلصص. فإلام يا بنت العذاب تجرعي ألما وفي قسماتنا يتلخص. الله الله الله. وقلت في أخرى مقطع صغير. تفضل. قالت نعم حتى انزوت بمشاعري، من كيدها تلك المليحة تفتري، ما كان حسن جمالها سقيا البشر
بل آية من ربها في محبر ذاك الوليف على القلوب تمردا. ذاك الوليف على القلوب تمردا حتى بنى من ضاحكيه عواثر، إذ لا يناغي قصدنا بصبابة، فحياؤه للعالمين هو الثري. الله. تخفي عن الأسماع، تخفي عن الأسماع صبوة شاعر، وإذا رأت عينيه قالت شاعري. الله. تخفي عن الأسماع صبوة شاعر، تخفي عن الأسماع صبوة شاعر، وإذا رأت عينيه، وإذا رأت عينيه قالت شاعري. يا حلوتي ما كان قلبي شائعا حتى رأى قديسة العشق الطري، فأحل من كان الصيام كتابه وأنار وجدك يا حبيبة خاطري. على ذات المنوال ومن ذات الروح أحدهم يقول، وإن كان اختلف البحر، يقول: لا شك أنك مثل الضوء ترتعش، تعطي الحمام حنانا ثم تنكمش، ينتابك الصمت إن باح الربيع بما يرضيك ترتاح، رغم الضيق تنتعش. أراك واحة عشق طاف نخلتها أهل الصلاة وفيها طيفهم فرش، يرون وجهك شمس الله كعبتهم، كم حدقوا فيك من شوق وما رمشوا، تعطي لهم ماء قلب منك عن فرح، وفيك ما زال يا ابن الغيمة العطش. الآن بعد هذه الصبوة الجميلة الغضة في مشاعرها وفي مشاعر من كتبها، لابد أن نذهب إلى موضوع مختلف يا قاسم. إذا أردنا أن نتحدث عن الثقافة العامة، عن الشعر، عن القراءة، ألا ترى أن كثيرا من جمهور الشعر والشعراء ممن يكتبون اليوم للأسف يزهدون بالقراءة والاطلاع؟ أين المشكلة لاعتقادك؟ والله على بسبب انتشار السوشيال ميديا بشكل كبير، يعني أصبحت الناس أكثرها تقلب القراءات أكثرها على الفيسبوك أو التويتر أو البرامج الأخرى، إجباري ستقل القراءات بشكل عام لأي رواية أو لأي نص كان. نعم. يعني بسبب كثرة الكتاب أو الشعراء. لكن هذا نوع من التذرع أو نوع من افتراض، خلينا نقول الحجة لهؤلاء، وفيه من التبرير ما ربما يرفضه كل ذو لب أو كل ذي لب حكيم وكل من يسعى إلى صقل ذاته. دعنا الآن نضع أيدينا على مكامن الوجع والتقصير. ما المطلوب اليوم؟ ألا يجب على الشاعر أن يخصص وقتا للقراءة، وقتا لمطالعة غيره، وقتا للاطلاع على الأنواع وألوان بالتأكيد أخرى من الكتاب؟ بالتأكيد. هذه الموهبة كيف تتنمى؟ هل أنا سأتوقف عند هذه النقطة؟ هل هذا الشاعر سيكتب هذه القصيدة ثم القصيدة الثانية التي تليها بذات المستوى؟ كيف ستنمى؟ تنمى من خلال القراءة أكيد. كما يقول أحد الأصدقاء، اقرأ لغيرك. نعم. فهذه المبادرة الذي خرج بها أحد الأصدقاء، اقرأ لغيرك، هي التي جعلت هذه الموهبة تزداد. أكيد أنا اليوم كتاباتي من سنة ليست ككتاباتي اليوم. نعم. وأي شاعر ينمي موهبته بالقراءة أكيد موهبته ستتدرج نحو الأفضل. يعني نعم. جميل. الآن هناك نص كتبته أنت على الوافر التام، أريد أن أسمعه بصوتك الشجي قبل أن نذهب إلى موضوع آخر. تفضل. وهذا عرضت فيه والدي، والله وهو البيت الوحيد الذي أحفظه عن والدي. ما البيت الذي تحفظه عن والدك؟ أعز الناس لم يرحم شكاياتي، فمن يا قلب يرحم حرقة الذات. فعرضته بأبيات قلت بها، بقصيدة أسميتها حرقة الذات. تفضل.
أعز الناس لم يرحم شكاياتي، فمن يا قلب يرحم حرقة الذات؟ ومن يدري عسى قدري يباغتني، فشكواي استباحت صبر أبياتي. فيا عزف المنايا، فيا عزف المنايا، صب في قلبي ترانيما وألحانا بأناتي. عسى يرضى حبيب راقص الأنا، بدمع الليل يجتاح ابتساماتي. ألا يا شادي الأوجاع، ألا يا شادي الأوجاع، في نبضي حنانيك فروحي عطشة للآتي. ومن يلقى له سكنا يراوده، فحتى الورد يا سكني كوى ذاتي. فراشة حسنها لبثت تناديني، على سفح الهوى قادت شراعاتي. أنا والصب نمضي في مسامرة، ودنيانا تميد مع الحكايات. فيأبى شطر لحظيها معانقتي، فتشطر روحي الحرة بمأساتي. غدوت لها، غدوت لها بوجد عاثه البعد، كأرض لا ترى غيث السماوات. كأرض، كأرض لا ترى غيث السماوات. جميل. كطفل عن حنايا أمه فتقى، فضاع صداه في صد النداءات. أياما، أياما قلت لي كف الرؤى عني، أياما قلت لي كف الرؤى عني. أيرضى نفحك الدافي بآهاتي؟ أيرضى بعدما أسست أحلامي يضيع الحلم في رحم المعاناة؟ أيرضى بعدما أسست أحلامي، أيرضى بعدما أسست أحلامي يضيع الحلم في رحم المعاناة؟ متى ترتدي، متى ترتدي يا دنياي عن نفسي؟ فسقي العيش ما عادت بلذات، فسقي العيش ما عادت بلذات. كيف لهذه اللذة بهذه الحياة أن تعود يا قاسم؟ ما الذي نحتاج إليه؟ والله ربما نحتاج وطن، نحتاج حبا صادقا، نحتاج وطن. الوطن يعبر عن كل شيء، عن عن الحب الصادق، عن القلب الصادق، عن الأم، عن كل شيء. هذا الوطن الذي لا نزال نبحث عنه أحيانا حينما يعجز الشاعر أن يجده في واقعه، يصنعه على الورق. تتخيل دير الزور كثيرا على أوراقك؟ والله أنا في الحقيقة لم أعش في دير الزور فترة طويلة. أنا تقلبت في عدة مدن بين حلب ودير الزور وعدة مدن، وأغلبها الآن في تركيا. نعم. حينما نريد أن نتحدث عن فكرة الوطن المفقود أو هذا الفردوس الضائع منا، وأردنا أن ندل أبناءنا والجيل القادم على الحفاظ على هذا الموروث، وأن لكم حقا، لكم وطنا، لكم دارا، لكم أرضا وتاريخ، باعتقادك ما هو أول شيء ينبغي علينا أن نوصي به أحبابنا وأبناءنا والأجيال القادمة حتى يبقى هذا الوطن ولا يضيع؟ ربما كل ما نحتاجه الصدق في المعاملة، أن نوصيهم بأن تكونوا صادقين. اصدقوا مع الله، اصدقوا مع أنفسكم، اصدقوا مع الناس، لن ينفعكم هذا كله. قد خسرنا كل شيء، خسرنا وطنا، خسرنا أهلا، في لحظات خسرنا كل شيء. يا الله. لكن الأمل يبقى، لا يزول. الأمل يبقى في الله، ولكن الأمل أيضا يبقى في أهل الله، في الناس الذين لا يزالون متشبثين، متمسكين بحقهم في الحياة وحقهم في أنهم سيعودون يوما، أليس كذلك؟ ربما هذا الشعور فقدته من زمان، منذ زمن طويل. ألا يمكن أن يكون هذا الذي فقدته ضربا من ضروب اليأس والإحباط؟ صحيح. لماذا إذن؟ الغربة كفيلة بأن تقتل أي روح، ولولا الغربة لما كتبت حرفا. ألا يمكن أن تثور على غربتك بالتشبث بوطنك وحقك بأنك ستعود يوما وتكسر غربتك التي تعيش فيها؟
التجربات السابقة التي حصلت كأخوتنا في فلسطين أو في العراق أو كفيلة بأن تقتل لديك روح. لكن الثقة والأمل ينبغي، الأمل ينبغي أن يكون حاضرا في أكيد حس أكيد الشعر. تأكيد لا ينبغي أن يكون مفرطا في يعني ربما لم أصل لهذه المرحلة إحباطه، يعني لا ينبغي أن يكون مفرطا في التشاؤم. أكيد أكيد. إلى قصيدة أخرى، وأتمنى أن يكون فيها من التفاؤل ما فيها، مللنا حزنا. والله للأسف قصائدي كلها حزينة. إذن إلى حزنك، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك من حزنك. آمين. تفضل. قصيدة اسميتها رحمة العفو. رحمة العفو. أتغفو حواس الليل عني وتنزفو، فأمسي صريع الذكريات وأذرف. أتغفو حواس الليل عني وتنزف، فأمسي صريع الذكريات وأذرف. لقد كنت أرضى بالقليل كأنما أزف دموعي من هواك وأرشف. لقد كنت أرضى بالقليل وإنما أزف شعوري. أزف دموعي من هواك وأرشف. الله. علمت بضعفي دون عينك راغما، ألا ليت ضعفي من عيونك ينصف. علمت بضعفي دون عينك راغما، ألا ليت ضعفي من عيونك ينصف. وساقية مرت بحلق مواجعي تنادم شوقا من فراقي يغرف. تميل على خصر الوداع بثغرها، وقبلة حظي في الهوى تتأسف. تميل على خصر الوداع بثغرها، وقبلة حظي في الهوى تتأسف. سلاسل صدري من مخارب حبها بدت وترا في ظلمة الآه تعزف. ينابيع قدري من مآقي أزلفت، مضاع أنا بين القصائد أعكف. ينابيع قدري من مآقي أزلفت، مضاع أنا بين القصائد أعكف. كأني أرى من عارضيها ضواحك، فتغتال حزنا ضاجعته المخاوف. قداح الجوى قد أحرقتني بخمرة بنشوة سكري أستلذ فأرجف. قداح الجوى قد أحرقتني بخمرة بنشوة سكري أستلذ فأرجف. فكم راودتني والعيون نواعس، وكم حيلة أيقظت من سطوة الغفو. أفتش بين السابقات فلم أجد بخورا يواسي صبره رحمة العفو. بعشرين عاما قاذفتها سوادسي، على يم عمري كان شيبي يجذف. بعشرين عاما قاذفتها سوادسي، على يم عمري كان شيبي يجذف. قناديل صبري أسكبت شذراتها بحبر الهوى، سطري يقال ويحذف. الله، جميل جميل هذا الختام، وصورة الشيب الذي يجدف أيضا صورة أظنها يعني حديثة ومبتكرة وتسجل إليك للأمانة يا قاسم. الآن إذا أردنا نتحدث عن يعني روحانيات هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الفضيل الذي نعيشه فيه، وهل هو شهر فيه نوع من خلوة الكاتب والشاعر، أم ترى أنه غير ذلك وفيه من الفتوح على الشاعر ما فيه؟ قد يكون فيه روحانية أكثر من الظمأ. أنت قرأت في القصيدة الأولى لي عطاشا وجوعا، هذا أول ما خطر لي في شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يتقبله من الجميع. آمين. عطاشا وجوعا
هذا حال الشاعر الصائم الصادق، أو هذا ما تأمل أن تكون عليه طبعاً. بالتأكيد طبعاً، بالتأكيد. أما والله أنا في الحقيقة أستغرب وأستعجب إلى الذين يكتبون الغزل في شهر رمضان، يعني القلوب تكون نادية وتكون عامرة وتكون فيها من التقوى ما يحثها على استكناه مواطن الجمال حتى وإن كان في الغزل أيضا. ربما أنا يعني لا ينبغي علينا أن نسخف ما يكتبه. أكيد نحن لا نسخف، حتى وإن كان في مثل هذا الشهر، يعني هو شهر المحبة والسلام والفرح، وأيضا هو شهر الاعتراف بفضل النساء على الرجال. أكيد لا شك أكيد في ذلك أبدا، يعني أكيد أنا النساء يتعبن في هذا الشهر ربما مثل الرجال أو زيادة. أكيد أنا لا أختلف معكم، أنا أقول دائما أن هذا الشهر أكثر شهر متعب لدى النساء. نعم، ولكن ما قصدت فيه الابتعاد عن غزل، يعني ربما لأني أعزب فلا أشعر الشعور المتزوجين. الذي قصدته هو شخص في يمينه مصحف لنقول، وفي شماله قلم، هذا هو الشهر الفضيل. قلمي لن يطاوع يعني على الغزل بالتأكيد، يعني أحسنت. هي في النهاية تجربة تظل يعني فكرة ذاتية، يعني أكيد ولكن أكيد أنت هذا رأي يعني شخصي. بنفس الوضع يعني لا تلوم على الآخرين أنهم يسعون إلى تطوير ذواتهم. الآن دعنا يا قاسم نذهب إلى طقطوقة أو قصيدة قصيرة نختم بها برنامجنا، لأننا وصلنا إلى النهاية. ما هي القصيدة التي ستختم بها؟ تفضل. قصيدة أسميتها صرخة الأجل. إلى صرخة الأجل، طال الله في عمرك وأبعد أجلك، تفضل. وقلت للريح فيما الآه تسفرني، ضمي عشير الطنا بالعتي والقبل. قالت أمالي من عينيك نافذة تجر دمعتها من عين معتقلي. يا جار وحي الندى جد لي بمعصية، فالبعد أرهقني من حرقة الغزل. وتلوم من يتغزلون. أكمل. هذه القصيدة اخترت فيها، أدخلت فيها المجاز. تفضل. كما يقال لدينا في الشعر المجاز. نعم المجاز. يا جار وحي الندى جد لي بمعصية، فالبعد أرهقني من حرقة الغزل. كل الفصول خريف أنت دمعتها، فأذن لقيد السماء شطرا من الأمل. دمعي غنيمة أهل الحي من وطن، كم أرضعته عذار الخطب والجلل. قف ذات مرة في محراب ذاكرتي، واخطف لسكرتنا دربا بلا ثمل. صير ضلوعك للآثام مسبحة، نتلو بها صلوات العشق للرسل. الله. صير ضلوعك للآثام مسبحة، نتلو بها صلوات العشق للرسل. قبل ضفائر شوقي في معانقة، ما أسدلت شغفي إلا على الخجل. رد الجوى بقصيد الليل منكسرا، يا صدفة الأنا ما لي في شقاكي ولي. يا صدفة الأنا ما لي في شقاكي ولي. يا صدفة الأنا ما لي في شقاكي ولي. في لثمة جنحت عن لحد قافيتي، ضن الهوى بحروف أسكبت مقلي. كم هام بي زمني في صدر عارية، ما كنا يمنعني عن صرخة الأجل. هذه الروح التي تسعى إلى تعريتها من كل السيئات في هذا الشهر الكريم هي التي ستظل نقية، تحث خطى الشاعر صوب الأفضل دائما، تقول له إن لك منهاجا ولك مبدأ ولك مواقف
ينبغي أن تتخلقها حتى تحقق كل ما تتمنى، وهذا ما نتمناه لك. الشاعر الشاب الطموح الصاعد السوري قاسم العاني، سررت جدا بهذه الدقائق الطيبة بحضرتك. جزيل الشكر لكم ولهذه الاستضافة الجميلة. نتمنى أن تتكرر في قادم الوقت مثل هذه اللقاءات الجميلة. نشكرك شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الأعزاء، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الثقافي بيت القصيد. في الأسبوع القادم يتجدد لقاؤنا وإياكم وبرفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.